السلام عليكم. اليوم نعرفكم على واحد الإقامة رائعة، راهي قيد الإنشاء في موقع استراتيجي بوهران، يقع قريب جدا من العمارات الأربعة نتاع اللي ما كانت تسمى بموبيل آرت، موبيل آرت بروموسيون، والآن واسمها يعني إقامة الباهية والباهية. دونك هذه هي، والإقامة هذه الرائعة اللي رانا نشوفوا فيها راهي قيد الإنشاء يعني بالقرب من هذا الموقع، لكن يعني فيه بعض يعني الملاحظات اللي قد تأتي في أول وهلة، وهي قضية يعني ضيق المكان، المكان ضيق والعمارات يعني كثيرة مكثفة، وهذا خاص من خصوصيات يعني البناءات داخل الوسط نتاع المدينة. يعني كيما كل ما ندخل في الوسط نتاع أي مدينة في العالم يعني يعني العقار يصبح غالي كتير، والاستهلاك دياله يصبح كثيف بسبب يعني يعني المداخيل لي ريتور سير انفستيسمون رابيد، ويعني وكونتيتاتيف يعني كقضية دراهم، قضية مداخيل. إذا هذه هي، نشوف هنا عمارة جميلة وتصميم يعني رائع، وإن شاء الله يعني تكون رغم أنها عالية، وهذا هو يعني العمارات لازم تكون عالية بهذا العلو في الوسط نتاع المدينة، ولكن لازم تكون فيه المرافق نتاع يعني لي نورم المقاييس نتاع العيش الكريم نتاع الرفاهية ونتاع يعني على حسب الموقع هذا. اترككم تكملوا الفيديو باش تشوفوا يعني المستوى نتاع الاشغال، مستوى تقدم الاشغال بهذه الإقامة الجديدة اللي اسمها إقامة القارات الخمس. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.